أهلين حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية وصحتكم لاباس وعائلتكم كامل لاباس، وإن شاء الله يكون خاطركم مليح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش تتابعوني بجامع كومنتار وتابعوني وفي القناة باش تشجعوني. نبداو على بركة الله. بما أنه هاد الفيديو راح يتحط أظن أول يوم رمضان، حبيت نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو صحة رمضانكم، وإن شاء الله يدخل علينا وعليكم كامل بصحة ولهنا، لا فاقدين ولا مفقودين، وربي يتقبل منا الصيام والقيام ويعتق رقابنا من النار، قولوا آمين يا سامعين. المهم فيديو تاع اليوم حبيت نبارطاجي معكم تحضيرات عيد ميلاد وليدي، والهدف من هاد لا فيديو مش باش نبين واش عندي ولا لا لا، الهدف انه كيفاش تزينوا الطاولات تاعكم، ونمد لكم حافز حتى نتوما ديروا نفس الحاجه ولا تهزوا افكار ولا تخدموا بالحوايج اللي عندكم بعد في الدار وديروا طاوله ما شاء الله. المهم حبيباتي، اول حاجه بديت بها قبل بنهار هي الشوكولا، بديت ديكوراسيون تاعها لهنا، قاعده نعد لكم كيفاش قاعده نديكوري، قاعده نجرب معاكم. بديت اول حاجه درت الخمسه هادي، ابغي درت لها هذاك الخيط ما عجبتنيش، زدت لها هذيك لي فلور سيشي باغي ما عجبتنيش، جاتني ما مع العين هادي وكلش، حسيتها اكتريه تاع طهور حاجه كيما هكا. ابخي راح جبت هادو لي ميني اورس وبديت نلصق بيهم كيما راكم تشوفوا، جاتني تخرج خير وخير، دوك تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جاني. ولان حبيبتي قاعده نلصق وما تولهتش باللي لصق لي واحد فيهم في لابلاك تاعي، المهم بس شوار برك تنحالي. المهم حبيت برك نشارك معاكم وهاو كيفاش جاو، خليولي رايكم قولوا لي اذا عجبوكم ولا لا لا. ايتاني هادو ملي لصقتهم كامل في الشوكولا شتهم بزاف يتباعوا في الحوانت اللي يبيعوا الحوايج تاع الكاطو، ولا تقدروا تكومونديهم من اليكسبريس شي ان من لي سيت شينوا كامل يبيعهم وبلوس تلقاهم رخاص خلاص. المهم غدوه من داك نت صباح بكري بديت نوجد الجينواز تاعي باش ندير لاير كيك. تاني هادي اول مره ندير فيها كل لاير كيك ولا لا جينواز، جبت لكم واحد لا غوسيت ساهله خلاص ما تدي وقت وناجحه من اول مره. المهم نحكموا 6 عظمات 6 بيض، نطلعوهم ب 180 سكر ولا 160 سكر اذا حبينها ناقصه شويه حلاوه، 160 سكر تبقاو تطلعوا بها من 5 حتى 10 دقائق حتى تشوفوا الحجم الضعف على 3 خطرات. ابغي نجيبو 180 فرينه نزيدوها بشويه، انا اللي نحب حطيت شويه فاني باش حسيت بلي تمد شويه قوت فاني. المهم اذا حابين الجنواز تاعكم شوكولا تحطوا 160 فرينه مع 20 كاكاو. المهم انا لهن 180 تاع الفرينه قاعده نحط فيها بشويه وندخل فيها كما راكم تشوفوا، دخلوا هذيك الفرينه حتى تتخلط مليح بشويه باش ما يصيرش شوك للبيض تاعنا ويهبط. المهم جبت المول تاعي تاع 10 سنتيم وتهنتو كامل بالزبده، مالقي كنت حنحط بابي كويسون مي خفتي عندي يلصق لي ولا، درت له الزبده ابخي درت له البابي كويسون. ومعلومه تانية لازم تخليو البابي كويسون طالع شويه باش اونكا وطلعت لكم لا جينواز تاعكم ولا هذيك ما تهبطش كي تعود المول صغير عليها اي تهبط. اي تانية حاجه باش ينجح لكم الجينواز تحط ديما الفوق تشعلوه بخمس دقائق قبل ما تلوحوه، ما لازمش يكون سخون بزاف، بار اكزومبل تشعلوه على 160 يبقى 160 ماشي على 200 باش يجرب يسخن ابخي تهبطو، لا لا هكاك تجيكم سوا يهبط ولا. المهم تحطوه واحد بين 20 دقيقة حتى نص ساعة يطيب. الصراحة ما صورتش كامل لي زيتاب باسكو كان نفس نهار تاع لانيفرسير وكنت شوية ديباسي، مزروبة على كلش باش نلحق الحوايج كامل. اذا نعت لكم مقتطفات بارك، اذا حابين بالتفصيل قولوا لي في لي كومونتير دوك نشارك معكم افيك بليزير. اي بعد ما خليت الجينواز تاعي طابت لهنا قاعده نعت لكم بعد ما طابت كيفاش جات، اي بعد ما درت لها كريم ماسكاربون عفوا مع لي فوراج، درت فرومبواز مونغ اي فريز لانسير اي فريز حطيتهم كيما هما. اي تاني ما حبيتش ندير كريم بوغ باسكو راح ناكلوها في نفس النهار. ولهنا تاني حاجه اللي درتها هي كيكو بوم،
ما حبيت ندير لي كاب كيك باسكو حسيتهم كيما الجينواز راح يكون نفس الكو، حبيت نبدل شويه. لا غوسيت هي نجيب زوج بيض مع 4 كاس تاع سكر مع نص كاس حليب 4 كاس زيت زست حبه سيترون. الفرينه نجيبو كاس وربع فرينه ان ساشي تاع الخميره، نخلطو كلش. تقدروا تخلطو من بالمغرفه ولا بالفرشيطه نورمال. ابخي نجيبو لي مول تاعنا، تحبوا ديروا في مول واحد كبير ولا ديروا في لي مول تاع لي كاب كيك ولا كيف كيف. انا اللي بقات لي شويه من الحشو تاعي تاع الكيك تاع لاير كيك، حشيت به تاني لهنا، درتها كيك و بوم فرامبواز من الداخل. دوك تشوفوا معايا كيفاش. بعد ما تحطوهم في لي مول كامل، تحطوا الحشو، حطيت الفرامبواز، حطوا الحاجه اللي حابينها تكون سائله لداخل. التفاح ديما يكون على الفوق، وديروا فيهم كامل شويه زبده زبده زبده، تحطهم يطيبوا في الفوغ على 180 بين 20 حتى 30 دقيقة ويكونوا واجدين. تقدروا مع الاخر كي يطيبوا ويخلصوا ديروا معجون تاع المشماش تدهنهم من الفوق باش يجي كيكو بوم، يجي شوية الشكل تاعو هذاك المشماش يخليها شوية فونسي. بالنسبة للطياب تاعو تشعلوا عليه من تحت، كي تشوفوا بدا يحمر تشعلوا عليه من الفوق. ولهنا حبيباتي باش ما يجيش لا فيديو تاعي طويل بزاف، راح نعطي لكم مقتطفات برك من اللي صار لي، لانه كون شارك معكم لي غوسات كامله راح يجي لا فيديو طويل بزاف. اول حاجه بديت بها هي فيتي فاسون بيتزا، درت لي ميني برجر، حشيتهم بعد الخبز، بعد حشيتو بالبولي فرماج. اي ابري درت لي نام سو بولي، حطيت فيهم بولي هاشي، لي صوجا، لي كاروت غابي، البصل، الشعيرية، اي صوجا صوص. بعد جبت لي فاي تاع الروز، حطيتهم في الماء شوية، ما يديوش وقت بزاف، كلكو سكوند. ابخي نحطهم في طورشون فيه الماء باش ما يلصقش، ونحطو لا فارس تاعنا، ونحطوهم يتقلاو على خطرتي المرة الاولى 5 دقائق، نزيدو المرة تانية كيف كيف 5 دقائق وهما كانوا واجدين. معلومة في الطياب تاعهم لازم تخليهمش يكونوا محشورين في بعضهم، سينو راح يلصقوا لكم. لهنا حبيباتي بديت نوجد لا طابل، نحط بالحاجه ونشوف سي جات مليحه ولا لا. لا اي كيما قلت لكم في بدايه الفيديو، نقدروا نديروا طابله مليحه جوست بالحوايج اللي عندنا، ونعرفوا كيفاش نحطوا ونشوفوا كيفاش نلصقوا مع بعضهم. انا لهنا قسمت، درت جهه سالي جهه سكري. بديت اول حاجه حطيت لي كيكو بوم تاعي كيما راكم تشوفوا، قاعده نشارك معكم في كلش. حطيتهم لهنا، ابري كنت حنحطهم في بريزونطوار هذاك، من بعد ما عجبتنيش رديتهم في زوج لهنا. حطيت مارتيناز تاعي، جبت تاني لي شوكولا اللي خدمتهم معكم في بدايه لا فيديو. لهنا كي كنت قافلتهم نحيت هذاك نونوكس باش نقدر نقفلهم، مي ساهل باسكو كنت حكمته غير بسكوتش، هو ما لصقتوش تاع ديما باش نقدر نقفل ونحل كيما نحب. ميم هذوك لي فلور سيشي ما لصقتهمش. ابري جبت لي شوكولا تاعي اللي راح نحطهم، حطيت لي فريز بشوكولا بلون، ما تحتهم حطيت لي مارشميلو فرامبواز، اي حطيت لي زورانج شوكولا نوار. ما حبيتش نكثر بزاف لي شوكولا والحلوى وهكا، بس ما كانش الاولاد بزاف، وما كانش كل ياكل بزاف حوايج كي نكثر ولا. ومن ها تاني باش نقدروا ناكلوا من كل حاجه شوي 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 وما تبقالناش، على جال هادي ما حبيتش نكثر بزاف. الى هنا قاعده ندير ديكوراسيون للكيكو بوم، نحيت هذيك بريزونطوار
ترونسبارون، حطيت في هادهم في زوج تاع الحطب باش يجيو مع بعضهم كيف كيف. هاد ديكوراسيون من شيئين، ما تجيش من با 20,000 ولا، ويجي فيه باكي كبير فيه بزاف حوايج. لهنا بديت نحط لي سالي تاعي باش تجيني سهله من بعد كي نحيهم ونغسل ونخبي. حطيت بابي فيلم لتحت وبديت نحط لي ميني. اول حاجه حطيت لي ميني برجر اللي قلت اللي درته مع الاول، حطيت معهم غير الخيار اشي دار. تاني حاجه يعني ما تتحسبش من لي ساليمي، جو سي با سي تتحسب ولا نو، هما اللي هي طومات موتزا، طومات سوريز موتزا. اي كنت مدير في بالي لهنا بلي التليفون قاعد يفيلمي مي حبس. درت لي ناجت لا فورم تاع لي كويس، اي درت حميص مش حميص، درت لي بوافرون، اي درت لهم هذاك لي بان تاع لي برجر من الفوق، اي هذوك لي ميني بيتزا، وحطيت لي كروكون كيف كيف صادي من هيه. ولهنا قاعده نعد لكم اللاير تاعي كيفاش جات. الصراحه باش نكون صريحه معاكم، مع اللول كي درتها كانت معدوله، ابخي كي حطيتها في الفريغو باش تحكم روحها. جو سي با اسي من درتلهاش هذوك العواد تاعها اللي يكونوا باش يدخلوا يحكموها، ولا انا اللي ما عرفتش نديرها. كيما قلت لكم في بدايه لا فيديو اول مره نخدمها، وباش ما نكتبش كنت فرحانه بها كي نجحت لي كيما هكا بالنسبه لاول مره. لهنا قاعد نحط لا ديكوراسيون تاعها، حبيت حاجه سامبل وما كانش عندي الوقت كافي باش نخمم في ديكوراسيون خلاف. حطيت هادوم لي ديجا شاركت معكم في مشترياتي من قبل لي شريتهم من شيئين، حاجه سامبل وبلوس تجي باهيه ورخيصه، ماهيش كيما قلت لكم ماهيش حاجه لي تكلفك بزاف وتقدري تخدمي واش حبيتي. اللي هنا باش نبقى في التام تاع لي ميني اورس ولا لي نونورس، زدت هادي اللي هنا في شومان دو طابل، واللي هنا كانت الطابلة تاعي ولا البيفي تاعي واجد. هي صح اللاير كيك اللي هنا تبان شوية مايلة في الفيديو، مي في الصح كي تشوفوا وحدكم كانت ما كانتش مايلة كيما هكا. المهم اللي هنا قاعدة نعد لكم في لينام كيفاش جاو. اي درت معاهم سموتي تاع بانان فخاز اي اورانج، وكانت هذه هي الطابلة تاعي. نخليكم تكملوا تشوفوا الطابلة تاعي كيفاش كاينه، مام ديكوراسيون اللي درتها في الحيط من هي هادوك تشوفوها. اي خليوا لي رايكم في لي كومونتير واش رايكم في الطابلة تاعي، اذا عجبتكم ولا لا. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. اي تاني ما تنساوش تدعموني بجامو كومونتير وتابوني في القناة. À la prochaine vidéo. Salam.